مهرجاناتنا الصيفية تفتقد إلى الخيال والإبداع، وهي تستند إلى فقر واضح في المؤسسات الثقافية المستقلة والمبدعة التي ترعى طوال العام مشاريع المبدعين وتنميها وتوفر لهم بيئة للتجريب والمنافسة، حتى إذا جاءت المهرجانات أخرجت تلك المؤسسات كنوزها الإبداعية لتعرضها أمام الناس. لا شك أنها فكرة عبقرية، تلك التي ربطت بين الترفيه والتسوق، فبدلاً أن يكون التسوق للحاجة والضرورة ويمكن أن يحدث في كافة أوقات العام، نجد أنه تحول مع اختراع مراكز التسوق الضخمة التي يتوفر فيها كافة الخدمات إلى رحلة للترفيه وقضاء وقت ممتع لها طقوسها وأوقاتها. التحول العبقري الآخر حدث عندما تحولت مهرجانات الإجازة الصيفية التي تسعى لملء فراغ أوقات الناس بالمفيد إلى مهرجانات للتسوق وشراء الحاجات والمستلزمات والترفيه. صالح الشميمري، استوديو الإخباري.